لتسليط الضوء أكثر على تمويل ميليشيا حزب الله غير المشروعة وتوثيق اتجارها في المخدرات وأثر ذلك على الأمن الاقتصادي والمجتمعي للبنان والمنطقة، ينضم إلينا عبر سكايب من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر. أهلا ومرحبا بك أستاذ فرانكو. أهلا وسهلا فيكم. في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية، تبني ميليشيا حزب الله اقتصادا موازيا لها، ما الموارد التي تعتمد عليها الميليشيا في بناء هذا الاقتصاد؟ بداية تحية لكم وللمشاهدين الكرام. أحب أن أوضح شيئا مهما، وهو أن البيئة الشيعية في لبنان ليست كلها موالية لحزب الله، وبالتالي حزب الله لا يمثل كل الشيعة الكرام في لبنان، والعكس صحيح، حيث أن حزب الله وكما اعترف الشيخ نصر الله بأنه يتلقى الأموال سابقا، أمواله وصواريخه من إيران، بالتالي هو ليس مكونا لبنانيا مثل الشيعة اللبنانيين الذين هم من نسيج هذا الشعب اللبناني. أما حزب الله فهو مكون إيراني بامتياز. حزب الله دأب منذ اندلاع الثورة السورية على تمويل عملياته عبر عمليات غير مشروعة حول العالم، هذا ما أشارت إليه التقارير، إن كان في أمريكا الجنوبية أو في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في أوروبا كما أشار تقريركم الآن. ولكن عندما اشتدت الأزمة الاقتصادية في لبنان احتاج حزب الله إلى تمويل أكثر، لأن طبعا الحصار المفروض على إيران قد قلص كثيرا من العائدات التي كان يحصل عليها حزب الله من إيران طبعا. وهنا بدأت مسيرة حزب الله كما يقول المراقبون في استخدام طرق غير شرعية كغسيل الأموال والاتجار بالبشر، وفي هذا المجال قد حكم عدة أشخاص ينتمون إلى حزب الله وأدينوا بتهم الاتجار بالبشر والمخدرات وغسيل الأموال، ومنهم من لا يزال حتى اليوم في السجن، وهذا يثبت أن قانونيا يعني يثبت أمام العالم أن هناك طرق غير شرعية ومشروعة يقوم بها حزب الله للأسف لتمويل حروبه ضد. طيب، إن كانت هنالك كما أشرتم إلى وجود دلائل تثبت أن ميليشيا حزب الله تعتمد في مواردها على موارد غير شرعية كالاتجار بالبشر أو المخدرات، لماذا ما زال المجتمع الغربي يتعامل معها على أنها نقطة قوة في لبنان؟ المجتمع الغربي قد صنف معظم أوروبا، الدول الأوروبية قد صنفت حزب الله ضمن لائحة الإرهاب، المنظمات الإرهابية. سويسرا لا تزال تدرس وضعه، ولكنها وضعته تحت المراقبة في أمريكا، وأيضا قد وضع تحت على لائحة الإرهاب، وأيضا في أمريكا لم يوضع فقط على لائحة الإرهاب إنما أيضا على لائحة المنظمات الإجرامية، يعني وهذا أكثر خطورة من الإرهاب بنفسه بالنسبة للمنظمات الإرهابية كارتيلات تجارة المخدرات في أوروبا في أمريكا الجنوبية. ولكن المجتمع الأوروبي والدول الأوروبية بحاجة لأن يتكلموا مع أحد، بحاجة إلى شريك يستطيعون أن يخففوا من آلام اللبنانيين والشعوب التي ترزح تحت الفقر والجوع، ولهذا القوة الأمر الواقع في لبنان هي حزب الله بكل صراحة. إذا كنت تريد أن تتكلم مع أحد ذات نفوذ في لبنان فعليك أن تتجه إلى حزب الله، وهذا ما يفعله المجتمع الأوروبي من ناحية إنسانية. أما سياسيا فإن حزب الله محاصر أيضا دبلوماسيا وسياسيا طبعا في معظم الدول الأوروبية وفي ألمانيا. تدعي ميليشيا حزب الله أن المخدرات تأتي من سوريا، السؤال هنا ألا تسيطر ميليشيا حزب الله على الحدود اللبنانية السورية؟ يعني هنا ألا تتحمل هي مسؤولية دخول المخدرات إلى لبنان؟ طبعا بدون شك أن حزب الله يتحمل مسؤولية، وإن لم تكن مسؤولية قانونية إلا أنها مسؤولية معنوية وأخلاقية طبعا، لأن حزب الله هو من يسيطر على معظم النقاط المشتركة ونقاط الحدود المشتركة مع نظام الأسد، وهناك مناطق متداخلة بين لبنان وسوريا، وطبعا كل هذه المناطق تقع تحت قبضة حزب الله، وبالتالي
حزب الله مشرف ويشارك أيضا في كل عمليات، هذا ما يقوله المراقبون، في كل عمليات التهريب التي تحصل في لبنان. هناك تقارير أمنية، وبعض السياسيين قالوا أيضا أن حزب الله هو المسؤول الأول في لبنان عن التهريب الذي سيحصل من وإلى الأراضي السورية التي ترزح تحت حكم بشار الأسد. نعم، مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر، كنت معنا من زيورخ عبر سكايب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.